رسالتنا فاطمة الإبراهيم وقصيدة الكيوان الأدبية. إلى نفسي بعد 15 عاماً أتذكرين حين أتعبنا الليالي ننشر الحلم الجميل، حين مزقنا العبارات التي قالت لنا بل مستحيل، حين كنا يوم كنا حالمات لم يكن للوهم فينا موضع حتى فتيل، يوم كنا لا نبالي هل سيكفي العمر هل سوف تزعفنا الليالي، لم نرى يوما مطبات ولم تتجبأ الأيام أن تضع العراقيل. أتذكرين حين جهزنا الدفاتر والقلم وكتبنا كم كتبنا من أماني، كم تطاولت الهمم، كم تعبنا كم جهدنا كم قطعنا في فضاءات الحلم. أتذكرين حين قررت بكل بسالة وشجاعة تغيير وجه الكون وأخذت العهود ثم بدأت بلا خلل، لم أعتقد هذا جنونا ما جننت، بل سقيت القلب أمواجا من الأحلام ظمآنا لها منذ الأزل. يومها أقسمت أني سوف أوفي بالوعود، فلنغير وجه هذا الكون أو فليغادرنا الأجل. أتذكرين حين ابتعدنا وفرقت ما بيننا الأعمار والأفكار، حين قاربت 30 وأنت كالطفل الصغير، حين أتعبني اليمين الذي أقسمته وحاولت الفرار، حينما أنكرت أحلاما عظاما حين أوقفت المسير. أتذكرين وهل تراك تغفرين، هل تغفرين العهد أني خنته بل لم أخن، غيرت من خط الطريق ورأيت أني يا أنا إذ أبتغي التغيير من نفسي يكون، والوعد عندي قائم بل يا أنا لن أكتفي حتى أكون.